كل ده هنعرفه النهارده من ضيفي عبر الهاتف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهوريه لمشروعات محور قناه السويس والموانئ البحريه. مساء الخير يا فندم، والف الف مبروك اولا. الله يبارك في حضرتك، ومساء الخير على حضرتك وعلى البرنامج، ومساء الخير على الشعب المصري العظيم. طبعا يعني عطاء كبير جدا لفريق مهاب مميش، لا احد يستطيع ان ينكر هذا العطاء، ولكن بعد مسيره طويله ان يتم تكريمك واعطائك جائزه بتحمل النزاهه والشفافيه، ماذا تعني لك هذه الجائزه؟ الحقيقه دي شرف كبير ليا ان انا احصل على هذه الجائزه، وانا ما كنتش متوقع طبعا، واللجنه يعني جت من الجامعه العربيه وسلمتني الجائزه في المكتب بتاعي يعني. لكن الحقيقه اللي ليها معنى كبير جدا بتوج مسيره من العمل. العمل من اول وانا طالب في الكليه العسكريه لغايه نهايه خدمتي في هيئه قناه السويس. معنى النزاهه ان الحمد لله دي شهاده طهاره اليد واللسان وحسن الاداء في العمل. انا بهدي هذه الجائزه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو قدوه ومثل للنزاهه في مصر وفي العالم كله. تاني حاجه بهديها للشعب المصري الكريم اللي هو كان ورانا في مشروع قناه السويس الجديده وخلانا ان احنا ننجح في تنفيذ هذا المشروع. وهذه الجائزه للعاملين في هيئه قناه السويس الشرفاء اللي كانوا في ظهري انا اثناء العمل في قناه السويس وفي المنطقه الافريقيه لقناه السويس. مش حد بينجح لوحده. طبعا. كلنا بننجح مع بعض. والقائد بينجح بناسه. وانا الحقيقه لما خدت الجائزه دي يعني تذكرت وترحمت على ابويا وامي اللي هم علموني النزاهه في البيت. لان احنا بيوت. تتعلم الصح والغلط داخل البيت والحرام والحلال داخل البيت. بالتالي انت بتطلع جاهز انك تتعامل مع كل حاجه، بس عندك مبدا الحلال والحرام والنزاهه. وانا ارجو ان دايما العائلات المصريه تهتم بتعليم الاولاد صحيح الصح وايه الغلط. ما يغضش البصر عن خطا بيعمله طفل صغير. لا، ده ممكن يتطور هذا الخطا. لكن احنا البيوت المصريه متعودين على الامانه والنزاهه داخل بيوتنا. ان شاء الله تكون الفتره الجايه وزير التربيه والتعليم ويعني معاه لقاء ان احنا دايما نؤكد على النزاهه داخل المدارس والعمليه التعليميه. وانا عجبني جدا يعني كنا في حفل بتاع معاقين او ذو قدرات خاصه مع سياده الرئيس، وواحد من الاطفال الضرير طلب من الرئيس ان هو يبقى في مدارس تعليم احترام الاخر. ازاي نحترم الاخر؟ وبالتالي كمان النزاهه لازم تكون من الحاجات اللي بتتم في العمليه التعليميه، النزاهه والشرف، عشان نضمن ان في اجيال جايه طالعه مبداها النزاهه والشرف. ان شاء الله يعني يستمر العمل في هذا المجال، وانا بقيت يعني الرئيس الشرفي لهذا الاتحاد. ان شاء الله يعني نرفع مستوى النزاهه في جميع المحافل، والانسان في الاخر بيتحاسب عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا سبحان الله، كل حاجه بتعملها بتقعد للانسان وبيظل تاريخه مشرف زي ما حضرتك يعني شايفين ان كل الناس نموذج مشرف جدا طبعا للعطاء. وكان ليك دور بارز جدا حتى في ثوره يناير 2011. ما ترجع كده نفكرنا الدور ده كان له اهميه بعد كده في غرس مبادئ مهمه جدا للجيل الجديد، ان احنا مش كل حاجه نسمعها نصدقها، ان في شائعات كتير ممكن تضر بالوطن. حضرتك كنت بتنزل وبتقول لهم كلام زي ده وبتحاول ان تخليهم يعني يعودوا الى الصواب، فاكر ابرز هذه؟ طبعا لان شوف في قيادة مكتبية وقيادة ميدانية. الموقف ده كان يدار، لازم يدار من الميدان. من الشارع. ما ينفعش ان انا اقعد في مكتب واسيب الناس تتظاهر قدام القوات البحرية. او يحاولوا يخشوا من بوابة القوات البحرية عشان يوصلوا اسرى سكين. نزلت انا وزمايلي من السادة اللواءات وجميع الرتب، وقفنا على قلب رجل واحد عشان نمنع اي حد يتقدم. وقلت للمتظاهرين انتوا حقكم تتظاهروا، لكن في حقكم انكم تعدوا هذا الخط، هذا الخط حدود القوات البحريه. وفي اسلحه ومعدات في القوات البحريه، واحنا لو هنموت محدش فيكم هيقدر يخش القوات البحريه.
لكن احنا الاثنين شعب واحد، خلونا شعبين او جهتين متقاتلين. فالناس رحبت بالكلام وبدات اتعامل معهم ان هم اهلي وعزوتي، واللي كان بيمرض كنا بنعالجه، اللي جعان اكله، عطشان بنشربه. ليه؟ لمصري. فبالتالي المواجهه كانت ادت ثقه للناس ان احنا واحد، ومفيش حد، مفيش مصري يتقاتل مع مصري ابدا. لكن ده مبدا، وارجو ان القاده كلهم ان شاء الله يعني يبقوا ياخدوا ده مثل، لان المواجهه والشجاعه انك انت تواجه الموقف ده مطلوب في القاده. قناه السويس الجديده كان تحدي، وسياده الرئيس خصت زمن التنفيذ من 3 سنين لسنه واحده. عملنا ليل مع نهار، كلنا على قلب رجل واحد، مش انا اللي عملت، كل اللي عاملين في قناه السويس عملوا، وقدرنا ننفذ قبل السنه ب 11 يوم. ايه اللي بيخلي، ايه يا فندم اللي كان بيخلي الناس تبقى متحمسه انها تشتغل ليل نهار؟ كان ايه السبب يعني؟ اولا انا كنت وسطيهم، اول واحد اروح واخر واحد امشي من مكان العمل، وفي نفس الوقت كنت مهتم جدا بالنواحي الاجتماعيه بتاعتهم ومعيشتهم، وفي نفس الوقت تشجيعهم وتحفيزهم على انجاز هذا العمل. المصري ده لما تستدعي الوطنيه عنده يكسر الدنيا. ليه؟ نحن بنعشق تراب هذا الوطن كلنا، كل المصريين بيحبوا تراب مصر وبيعشقوا تراب مصر. انت ازاي يعني تستنفر الشعب المصري او تستنفر المجموعه معاك بالوطنيه المصريه؟ فكان اساسنا ان احنا لازم نحقق الاوامر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحقق للرئيس عبد الفتاح السيسي امنيته، ونحقق للشعب المصري نجاحه، واللي مول المشروع كمان كان الشعب المصري. صحيح. فبالتالي طيب، كانت منظومه حب في مصر كلها. اكيد. اثناء تواجدك في عدد كبير جدا من المحافل سواء كانت العربيه او الدوليه، ايه صدى المشروعات المهمه اللي بتتم في مصر ولا سيما طبعا مشروع قناه السويس الجديده خارجيا؟ هل الناس بره وصل لهم هذه المشروعات وما يتم من انجاز في مصر؟ طبعا وصل لهم جدا، وان مصر يعني تحولت الى شهره نشاط وقلعه صناعيه، ومصر بتتغير شكلا وموضوعا، و نوعية الشعب المصري كمان أو مبادئ الشعب المصري بدأ فيها الوطنية تغلب على أي شيء. والحمد لله إن الآفات اللي كانت موجودة انتهت، وإن مصر بتسابق الزمن عشان تعود للريادة السياسية والاقتصادية، ليس في المنطقة فقط ولكن في العالم كله. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبذل أقصى جهد لتحقيق هذا الغرض. مصر كبيرة، كبيرة في شعبها، وكبيرة بناسها، وكبيرة بجيشها، وكبيرة في شرطتها. عايزين نرجع أقوى مما كنا، ونعود إلى الريادة في المنطقة العربية وفي إفريقيا وفي العالم كله إن شاء الله.